السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم، كي كتشوفوا فيديو ديال شيئين، عندنا كومونتي شيئين كي كتشوفوا كيف العاده ديما حلها قبل. مهم، عندنا هنا فيها بزاف الحوايج غادي نصور معكم بالزربه. و دابا كي كتشوفوا الاضاءه شويه ناقصه، ماشي بحال الاضاءه ديال النهار حيت دابا غنصور بالليل. مهم، وغنكون كنهضر بشويه. مهم، نبداو لي زغفيت اللي عندنا. عندنا هنايا خوامي، هادو خداتهم لوستي، نكتشفوهم. غنحلو غير وحده باش نشوف كيفاش دايرين، نشوفو الكاليتي ديالهم كيفاش دايره. زوينين، انا ملي شهدتهم شفت في لي كومونتير وشفت بلي انهم زوينين، ولكن قلت شي حاجه عمرني جربتها خاص حتى تجي باش تعرفي كيفاش جات. تبارك الله على زعمات وخلاتهم، صراحه الكاليتي ديالهم زوينه لحد الساعه زوينين. شوفوا كيفاش كيجيو من هنا، شفتوا الديكور ديالهم زوين، تقدروا ديرهم في بيت النعاس وديرهم حتى في صالون. انا قلت مشاني على حسب كل واحد واشنو شو كديرين، والطول ديالهم وداك الشيء العبار ديالهم. غنخلي لكم فوتو ديالهم تشوفوا كيف دايرين الثمن والعبار ديالهم، وفيديو اخر نقول لكم الكاليتي ديالهم بالضبط من بعد التصوير كيفاش خرجت. هذه اول ارتيكل عندنا، خدات منهم جوج. نشوفوا عاوتاني، خدات هذه بلا ما نحلها، نوريكم غير هكا وريدات. شو البريدات كيجيو ديكور، هاد البريدات كيجيو ديكور. تنخلي لكم فوتو ديالهم باش تشوفوا الثمن ديالهم والشكل كيفاش كيكونوا. عندنا هادي ديالي هي الاخرى. عندنا هنايا الشكاير، هادو الشكيكيرات. شوفوا كيما الشكاره فوالا. عندنا هاد التويشيات هما خداتهم لوستي، هادي لا. عندنا هادي كنحلو بها دوك القراعي ديال الزاج. المهم غنخلي لكم التصبره ديالها باش تشوفوها. هي الصراحه هادشي ديال المواعن الكاليتي ديالهم زوينه. شوفوا خشب، الكاليتي ديالها زوين، خاصة بعد الاستعمال واش غتحفه ولا لا. وعندنا هادو معلقات، صراحة انا توقعتهم غيكونوا كبار. عرفت هادو واش ديكور ولا اشنو، هما كاليتي زوينه ولكن صغيورين بزاف، ماشي شي ديال الماكله ديال الديكور. وهادي هادي مبخره، شو هادي مبخره كتحطيها بحال هكا وكتحطي فيها الند. الند عرفتوا الند، انا غنخلي لكم فوتو ديالها باش تعرفوا هادي علاش. المهم صورت معكم دابا يا هادو في الليل، حيت تجديو الوستي خصني نصيفطهم لغدا الصباح. الصباح غنكمل معكم الكوموند الاخر. عندي هنايا كارطابل، هادي ديال 3 بياس وقيله، كاينه هادي. المهم غنكمل معكم لا فيديو. سلام، صباح الخير عليكم، نتمنى انكم تكونوا صبحتوا بخير وعلى خير. كنعتذر بالليل ما قديتش نكمل لكم التصوير، قلت حتى الصباح كي كتشوفوا الاضاءه كيكون افضل كتكون حسن. المهم ما نطولش عليكم، نكمل معكم التصوير. المهم نبداو بهادشي الصغيور هو الاول. عندنا هنايا هاد السميطه، هادي خداتها واحد البنت صاحبتي، كتلبس مع كسيوه وتلبس حتى مع سريوي، ولكن كسيوه كتجي فيها افضل، كيجي الشكل ديالها زوين. وشوفوا الكاليتي ديالها زوينه زوينه الكاليتي ديالها، غير الاشكال رقيقه.
رقيوقه داك الشيء اللي قلت لكم تجي معك سيوه، يعني رقيوقه على اساس انها تلبس معك سيوه، اما السروال رقيقه بزاف على باش انها تلبسها مع السروال. وهنا عندنا هذه ما كاينش كيفاش تحل حيت مسدوده كامله، وانا ما بغيتش نحلها ليها، كي قلت لكم طيب كيقول لي غير حلي، مي انا الصراحه ما كنبغيش نحل، ما كنبغيش نحل بحال هادشي اللي كيكون مسدود، ما بحال هكايا يتحل ويعاود يتسد ما عنديش مشكل. هذه ديال تشيلي كوموند، دابا تشيلي كوموند اغلبيه كيديروا لها سكوتش وداكشي، هذه كتغلف بها تشيلي كوموند باش بحال بحال الشكل ديال التليفون باش الا طاح ما يتهرش. المهم زوينه عمليه تنفع التشيلي كوموندات صراحه، وهي خداتها من عندك شويه غنخليكم لا فوتو ديالها باش تشوفوا كيفاش كتجي في اللبسه مع التشيلي كوموند. وعندنا هنايا نديدرات، هادو نضاضر نشوفوا اش من نضاضر، زوينين هادو، هادو قلة خونسباغ زوينين هادو بحال هكايا على ود البيسي اللي كيخدم بالبيسي بزاف، اللي كتكون عينيه كنستعمل نضاضر بروتيكسيو بزاف، لدرجة انا عندي منهم بزاف حيت كان بحال هكايا كنبقى نمونطي في الفيديوهات كنرسم كندير داكشي ديال الخياطة، زوينين صراحة عجبوني الشكل ديالهم زوين. شو انا نخلي لكم البخي ديالهم و لا فوتو ديالهم. عندنا عاوتاني هنايا نضاضر، هادو تاهما مسدودين ولكن غنضطر نحلهم صراحة. باش نشوفوهم هادو تاهما ديال واحد جارتنا كومونداتهم، زوينين هادو الشكل ديالهم زوين انيقين، غير انا ما كيعجبونيش النضاضر اللي كيكونوا بحال هكا، انا ما كيعجبونيش بحال هكا، ولكن صراحة زوينين. عندنا هادي اللي جاي خداتها نيت مولات هاد اللعيبات، خدات هادي، هادي معروفه ديالاش كتلبسيها بحال هكا بغيتي تنعسي وشي حد كيشعل عليك الضوء، زوينه تديريها بحال هكا تظلم ليك على عينيك. وعندنا هنايا هاد الطوينكات حتى هما ديال بنت جيراننا، خداتهم شوفوا فيهم بزاف ديال الطوانك، شو زوينين هادو بحال هكايا يصلحوا اللي كيدير حتى دابا انا ودني دايره فيها ثلاثه ديال التقيبات بحال هادو، زوينين يجيو ليا فودني زوينين، ندير ثلاثه التبشيات بحال هكا زوينين عجبوني صراحة. شوفو شو الشكل ديالهم كيداير، غير هو كي كنقول لكم ديما الشيء لي زاكسيسوار ديالهم خايبين حتى هي كيحالوا، ولكن شوفوا الشكل ديالهم خطير، الشكل عندهم زوين، شوفوا هاد البيضين فنين هاد، عرفتوا كي غايجيو في الودنين غايجيو واعرين هاد البيضين هاد فنين، غير هما لي زاكسيسوار ضايا كيخسروا، هذا هو الاشكال الوحيد اللي كاين. هاد البزيطيم ديالي انا شوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي زويون، ديري فيه هنا السوارت بحال هذا يصلح للصخره، انا هذا اصلا خديته على وديت بحال كخارجه غير هنايا غير هنا حدا الدار نازله للقيصريه ولا خارجه للسوق ولا هابطه لدارنا ندير فيهم السوارت. شو شي صريف هنا ديال الصريف هادو ديال التقضيه والصخره وداك الشيء وصافي، اللي سمعني صحابنا كنتقدم ماشي زعما كنخرج نتقدى، المهم ديال الصخره صافي هكا غادا دابا سلطان ديري فيه الصريف ديالك وصافي بلا ما تهزي بسطام كبير. كاينه هادي ديال خط راجلي ديجا انا واخده بحالها، كتملسي بها لي ماسك، يعني براسك كديري ماسك بايدك وتبقاي تسرحي فيه في وجهك، هادي افضل هادي حسن، كتهز لك شويه ديال الماسك كتهز لك بزاف وكتساعد ان الماسك يوصل لكاع الجوانب في وجهك للجنب ديال النيفاك بين حجباناك يعني كتساعد زوينه.
خطره جي شافتها عندي واستعملتها وعجبتها وبغاتها حتى هي، خديت لها هي وحده. وانا خديت عاوتاني هذه هادو ديال لي بوانوار، خديتها فيها هاد الجوج. شو كتحيدي بها دوك الرؤوس السوداء حب شباب و دوك لي بوانوار اللي كيكونوا في النيف، كاينه فيها هذه عاوتاني. فوالا شفتوا هذه، كاينه هذا الجنب، هذا صراحه بحال واخا انا ما نستعملوش بزاف، بحال كتخرجي به شويه ديال لي بونوغ وكتكملي الشيء الاخر. شويه كبير هذه، واحد التيشيرت ديال واحد السيده خداتو لبنتها. هاد السيده ديما كتقدر بنيتها بزاف، كيعجبهم هادشي ديال شيئين، بنيتها صغيورين وكيبغيو بزاف ياخذوا الحويجات. شوفوا تريكو شحال فني ون، خداتو لبنتها الصغيره، زوين صراحه. شحال بس انا في التريكوات ملي كنت نقرا في الكوليج وداكشي. هذه بنتها صغيره ولكن زعما كاينه هاد السيل اللي كيلبسوه الكبار والصغار، السيل زوين. و شوفوا الكاليتي ديال الثوب، الكاليتي ديال الثوب زوينه، ولكن باقي غادي نترد عليا مني يتصبن عباش كنتاكدوا من الكاليتي ديال الثوب كيفاش دايره. عندها عاوتاني هنا كسيوه، كتجيب السميطه ديالها، هذه السمطه ديال الكسوه شتو، وهذه كسيوه. شوفوا يا شوف فنة، شوفوا شحال زوينه حمقاتني صراحه. عرفتوا البنيات انا كيعجبوني وليدات، ولكن البنيات كيجيوني اللباس ديالهم انيق 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 انيق. شوفوا الكسيوه شحال فنة، ان شاء الله الا كتاب ولبستها لبنتها وصورتها عليها نقول لها تصيفط ليا الفوطو باش تشوفوا كيفاش كتجي فنه فنه فنه. شوفوا شوفوا الكمام كيفاش كيجيو غزاله ما شاء الله. وعندنا هنا لي كارطابل، الشكايه ديال المدرسه، عدم الدخول المدرسي. بزاف اللي خداو لوليداتهم، هادو جيراننا عندهم وليدات صغار، خداو لهم هاد الشكاير ومازال كوموندين شكاير اخرين. هادو الشكاير نحلو هادي نشوفوها. هادي كتجي فيها 3 بياس الشكاره الاولى، شو فيها الجيب بزاف، الجيب الاول، ها الجيب الثاني، تخشي يدك يغرق. زوينه ولكن حاجه وحده اللي كنظن انها صحيحه. قلت لكم هي الشكاره زوينه ولكن ما غاديش، بانت لي انا ما تستحملش الادوات بزاف، اما هي زوينه. هذه الشكيكيره الثانيه، هذه بحال هكا تهزي فيها الماكله كوتي ولا تشوف كله شنو غيدير فيها. وهذا لاتخوز، هذا لاتخوز ديالها، هو الكاليتي ديالها زوين ولكن انا جو بونس انا ما بان لي انا ما تستحملش الادوات بزاف، يعني بالنسبه للناس اللي كيهزوا بزاف الادوات ما تستحملش. كاينه هذه، هذه حتى هي زوينه، الشكل ديالها جميل عجبتني. هذه ديال اللي شويه كبار، شويه بحال هكا ثانويه زوينه. ها الداخل ديالها زوينه صراحه، شوفوا الكاليتي ديال الثوب فيهم زوين، غير هما كي قلت لكم ماشي ديال تفرسوا عليهم تهزوا فيهم، كاين اللي كيقول الشكاره كيعمرها تخربيق زعما كتوبه وطابليه كنا تزنا في الاجواء ديال المدرسه. كيفاش كيكونوا الاجواء ديال المدرسه كيكونوا فيهم
داكشي بزاف الادوات ادوات بزاف خصوصا ولاد الصغار ساكن كانوا كيهزوا الادوات بزاف. شوفوا هادي شحال زوينه, هادي كتركب في بحال هكا في الجيوبه ولا يقدر دير حتى في الساروت. هادي زوينه شتو, شوفوا هادي حتى هي زوينه الشكل ديالها. شوفوا هادي بعدا صحيحه, هادي صحيحه على الاخرين, الاخرين ما صحاحش بحال هادي, هادي صحيحه على الاخرين. هادي عجبتني انا بنتي بزاف الجيبه تبارك الله. شوفوا لا هادي غيكون الثمن ديال هادي زايد على الاخرين. المهم غنخلي لكم, انا غنخلي لكم لي فوتو ديالهم, ها هو الجيب الكبير, غنخلي لكم لي فوتو ديالهم باش تشوفوا الاثمنه ديالهم, وغنخلي لكم في صندوق الوصف الروابط ديال لي زارتيكل كاملين. شو هادي زوينه عجبتني, هادي عجبتني حتى الكاليتي ديالها. المهم وعندنا هادي, هادي ديالي انا خديتها انا, هادي خصني ليها نحلها بعدا, خصني ليها الحجر. عندي اللي عجبتني كتخدم بالحجر ماشي بالضو. هادي دوك البولات اللي كيتشعلوا كديرهم ديكور في البيت. المهم غنخلي لكم التصويره ديالها باش تعرفوا علاش كندوي كتخدم بالحجر. المهم انا ان شاء الله الا لقيت الا شريت الحجرات هاد لي هاد النهار هذا ندخل لكم في المونتاج هنايا فيديو صغير مشعول, ما زعما خديت الحجر غادي نخلي لكم غير فوتو ديالها فيديو اخر نوريها لكم كيفاش كتجي. فوالا صافي هكا كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو. نتمنى يكون الفيديو ديال اليوم عجبكم واستفدتوا معايا. اليوم وريتكم اليوم الكوموند ديال اليوم مبدله, فيها الشكاير وفيها هاد الحويجات وفيها شي صغير بزاف. المهم نتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا معايا كيف ديما, وما تنساوش اللي مازال ما اشترك في القناه يشارك ويفعل الجرس, وخليكم ديما مع جديد, وخلوا لي في لي كومونتير شنو كتبغيوني نشارك معكم كيف ديما. يعني ايه كتخليو لي شحال واحد كيصيفط لي بغينا, وصراحه شحال واحده قالت لي صور لينا شنو ديتي في الدهاز ديالك كفكره. مازال غنصور لكم غير مازال ما ساليت, مازال غندير لكم فيديو ديال الدهاز, افكار على الدهاز شنو ديت في الدهاز ديالي ونعطيكم افكار. صافي هادشي اللي كاين, نخليكم على خير, نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه, باي باي. ما تنساوش لايك كومونتير وبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وحبابكم. السلام عليكم, فيديو جديد ان شاء الله.